السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده هنتكلم عن الحد الادنى متطلبات النمذجة مينيمم موديلنج ريكويرمنت في حاجات اساسيه لازم تكون موجوده وهنتكلم بس على ابسط ثلاث حاجات ان المعلومات تكون موجوده ومتوفره في الوقت اللي احنا عايزينه في الوقت المطلوب ويكون في شكل مفيد للاخرين يعني من خلال المعيار مثلا زي الاي ونكون درجة تفاصيل متفق عليها والمعلومات متفق عليها اللي هي اللي هو دي اهم حاجة طبعا الشرط الاولاني ان يكون معلومات موجودة لأنه مش موجودة يبقى ما فيش اي لازمة للرغي اللي احنا بنرغيه الحاجة التانية في معايير زي اوبن بي اي المهم ان انا اقدر اخد المعلومات استفاد منها مش اخدها كاد او بي دي اف وما استفادش منها اللي هو دي اصبح شيء اساسي موجود في العقد تمام ف فمت... زي ما انت شايف حاجه بسيطه جدا بس لازم تكون اساسيه آه واحنا بنشوف الحد الادنى لازم نخلي بالنا من حاجات ال... النموذج ده هيبقى موجه لمين هل احنا مركزين على الحصر ولا مركزين على الوثائق ولا مركزين على الاداره ولا مركزين على ايه ايه انواع المعلومات ودرجه الدقه ودرجه التفاصيل ايه هي الطرق اللي احنا هنسلم بها الحد الادنى من المعلومات طرق التنفيذ وفي كذا حاجه في مثلا شركه فيكو عامل حاجه زي حد ادنى متطلبات النمذجه مسميها موديل بروجريشن سبيسيفيكيشن ام بي اس بتقول لك مثلا ان انا عندي الفاونديشن هياخد رقم اي اي عشرة مثلا وهيبقى مثلا اللو دي بتاعه في اول مره هيبقى 100 200 300 وهكذا كل مرحله من مراحل التسليم بيبدا يعلى تمام وفي الام 3 ده في الجيش الامريكي اللي هو معتمد على نظام التكويد اللي هو يونيفورمات ده نظام هرمي بيبقى فيه عنوان رئيسي وتحتيه حاجات فرعيه اللي هو المينيمم مودرنج ماتريكس ام 3 تمام لازم يكون معانا موضوع ال ال دي بحيث ان انت تبقى عارف ان مثلا الحاجه دي التسليمه دي هبقى ال دي كام ال دي كام وهكذا ده هيسهل عليك كتير من الشغل